أنا طالع على مود العراق وعلى مود أخوتي الموجودين. أنا جاية عند رسالة العادل عبد المهدي، دوس عليه وعلى الجمال وعلى الطلاب وعلى الشباب وعلى العراقيين اللي صار لك 17 سنة تبوقون بينا وتنهبون بينا. تخطفون بولدنا وشبتون سنة وشيعة، الشغلة الوحيدة بدي أشكرك عليها اللي وحدتنا، نبقى سنة وشيعة أخوان. دوس علينا زلمة نسوان وكبار ترجع لبغداد، بيتي بالمنصور وهذا وجهي ومدخول جلدي.